السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير. عايزة تعملي طاجن سمك الشيلان أو سمك البياض بتتبيلة لذيذة جدا ويطلع معاكي طعمه تحفة، تابعينا للنهاية. هنعمل مع بعض سمك الشيلان أو سمك البياض بتتبيلة لذيذة، جربي طريقتنا وبإذن الله هتبقى دي طريقتك المعتمدة في كل أنواع السمك. قبل ما نبدأ ونشوف طريقتنا، أتمنى ما تنسوش دعمكم باللايك والاشتراك في القناة، واللي بيشوف قناتي لأول مرة يعمل جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. طبعا في البدايه بنجيب كميه السمك اللي احنا هنستخدمها، همسكه واغسله كويس وهنقعه بملح ودقيق وخل وليمون، وهنا هنقعه واسيبه طبعا يتنقع من حوالي ساعتين لثلاث ساعات عشان يتنقع كويس. بعد كده دلوقتي هاخد السمك بتاعي اغسله كويس وهنحضر مع بعض التتبيله اللي هنستخدمها في السمك، تتبيله سهله وبسيطه وكمان هتديله مذاق جميل. في البداية احنا عملنا مع بعض قبل كده هريسة الشطة على القناة، هسيب لكم ان شاء الله طريقتها في اول تعليق. هريسة الشطة ديت عليها كمية حلوة جدا من الثوم وعليها زيت، بعد كده هحط منها مقدار معلقتين، هستخدم بعد كده حوالي 3 فصوص كبار من الثوم، وهنا هحط كمان شطة خضرة وكمان هنا اي خضرة موجودة عندك، طبعا كزبرة بقدونس شبت اي خضرة موجودة عندك استعمليها في تتبيلة السمك. بعد كده هحط التوابل، التوابل بتاعتنا معلقة من الكمون، معلقة من الملح، وطبعا هنا حاولي تزودي ملح شوية عشان السمك بتاعك يبقى ملح، معلقة من الملح، وقلنا طبعا الملح اللي نستخدمه هو ملح الهيمالايا، وهنا كمان حطينا معلقة من الشطة البودر، والشطة البودر دي طعم الليمون جميلة جدا مع السمك، بالإضافة كمان هنحط معلقة من الخل، وهنا معلقة من عصير، وهنحط معلقة من عصير الليمون أو عصير ليمونة كاملة. بعد كده ادي السمك بتاعنا بقى بعد ما غسلناه كويس، وهنا ادي شطفناه كويس. ادي احنا طبعا عارفين ان السمك الشيلان بيبقى لحمه كبير، الخطوه اللي هنعملها دلوقتي خطوه جميله جدا وانت بتتبلي السمك. هنا طبعا التتبيله بتاعتنا خلاص جاهزه هنستخدمها في تتبيله السمك. اعملي ايه بقى في سمكك لو طبعا احنا السمك بتاعنا كبير بالشكل ده؟ هنمسك السمك وهنفتحه، هنوسع الفتحه بتاعته شويه وهنعصر في عصير الليمون، يعني هندعكه بعصير الليمون كويس، وبعد كده هحط التتبيله بنفس الطريقه ديت، هفتح السمك بالشكل ده، وبعد كده هجيب بقى عصير الليمون وهدعك جسم السمكه عشان كل الليمون يوصل في السمكه وكمان كل التتبيله توصل للسمكه بتاعتك. همسك السمكه بالشكل ده وهوسع طبعا حوالين اللحم بتاعها، وبعد كده هعصر عصير الليمون وهحط التتبيله. هكمل كل كمية بنفس الطريقة ديت، يعني في يعني زي ما قلنا طبعا هفتح هنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بعصير الليمون هدعك جسم السمكة عشان الليمون يوصل يتخلل كل عضلة السمكة، وبعد كده هنا هنحط بقى التتبيلة بتاعتنا بالشكل ده وهتبل كل كمية. هسيب السمك في التتبيلة من نص ساعة لساعة يتبل كويس. بعد كده خلاص السمك بتاعنا هيبقى جاهز، هبتدي بقى احضر الدقيق اللي هبهر بيه السمك. طبعا في دقيق جاهز انا كنت نزلته لكم قبل كده على القناه، لو حابه لو عندك موجود في البيت ممكن تستعمليه، لو ما عندكيش دقيق مبهر الجاهز بهري انت الدقيق بالطريقه دي. هحط معلقه كبيره من بهارات السمك، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الكاري، نص معلقه من الكمون، هقلب المقادير دي كلها مع بعضها، وفي النهايه هحط شويه من الملح، وكمان هنا هحط نص معلقه كبيره من النشا على الخليط. هقلب بقى المقادير دي كلها مع بعضها، النشا هتخلي السمك بتاعك مقرمش وجميل، وجربيها بالطريقه دي باذن الله هتعجبك. ادي التتبيله بتاعتنا، ادي هنا الدقيق اللي بهرناه بالطريقه ديت للسمك، هبتدي بقى اغطي السمك بتاعي بالدقيق بالشكل ده، وهنحضر طبعا الزيت بتاعنا وهنبتدي نقلي السمك زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. بعد كده هجيب كمية من الزيت بنفس الشكل ده وهبتدي اقلي فيه السمك. حاولي في البداية طبعا لازم الزيت بتاعك يكون ساخن قبل ما تحطي فيه السمك عشان السمك بتاعك ما يلزقش، وطبعا القشرة الخارجية ما تطلعش معاكي. بعد كده هبتدي بقى ارص السمك بتاعنا في الزيت بالشكل ده، وهنقلي السمك من جميع الجوانب زي ما احنا شايفين، وادي زي ما احنا شايفين سمكنا لونه جميل جدا، لون الكاري ولون الكركم، وكمان بهارات السمك عاطيه للسمك بتاعنا لون جميل وبجد طعمه تحفه. هقول لك على ملحوظه كمان وانت بتقلي السمك، لو ما حطيتيش كميه ملح كفايه وانت اثناء ما بتحطيتي الدقيق الملح على الدقيق، لو طبعا ما حطيتيش كميه ملح كفايه وحاسه ان السمك بتاعك هيكون عادب، حطي شويه ملح كمان على الزيت اللي انت بتقلي فيه السمك، السمك بتاعك مش هيطلع عادب مهما كان كمية اللحم اللي فيه كتيرة، السمك بتاعك مش هيطلع عادب وهيطلع مذاقه جميل. ادي السمك بتاعنا بقى هبتدي اقليه من كل ناحية، وهنشوف السمك بتاعنا دلوقتي قد ايه مقمش وجميل. جربي جربي بإذن الله التتبيلة ديت في كل انواع السمك اللي بتقليها، بإذن الله هتعجبك.
بعد كده هجيب بقى كمية مناسبة من البصل، زودي نسبة البصل شوية في السمك الطواجن بيديله طعم لذيذ. بعد كده في نفس الكبة اللي احنا استخدمناها في تتبيلة السمك هقطع البصل بتاعي وهنا هفرمه في الكبة زي ما هنشوف. بعد ما فرمت البصل بتاعي في الكبة، هنا في صينية على النار أو في حلة على النار هحط كمية معلقتين كبار أو 3 معالق من الزيت وهنزل فيهم البصل. سيبي البصل بس يدبل شوية، يعني ما تحمرهوش، احنا هنسيبه بس يدبل شوية وهنشوف لونه دلوقتي اللي احنا محتاجينه في السمك بتاعنا. ادي هنا زي ما احنا شايفين البصل بتاعنا خلاص داخل على اللون اللي احنا محتاجينه، هسيبه كمان شوية وبعد كده هضيف له باقي الاضافات اللي انا عايزاها. ادي هنا البصل خلاص انا كده عايزاه، هو ده اللون، يا دوبك بس دبلته شوية. هحط له بقى شوية من عصير الطماطم، وهنا كمان الاضافات اللي هحطها بعد كده هتدي للطاجن بتاعك طعم لذيذ. هحط له كمان معلقتين كبار من الصلصة، طبعا لو مش عايزه تستخدمي الصلصه زودي طبعا اللي هو عصير الطماطم. بعد كده احنا ما حطيناش ثوم، هحط له حوالي معلقه من تتبيله السمك اللي احنا تبلنا بيها السمك. هضيف دلوقتي كميه من الميه عشان طبعا الصلصه بتاعتنا تستوي. هضيف كميه من الملح، شويه من الكمون، شويه من الكاري، شويه من بهارات السمك. كمان هنا زي ما احنا شايفين دي البهارات اللي هضيفها دلوقتي، الى جانب هضيف كمان نص معلقه من السكر عشان طبعا صلصه عشان عصير الطماطم اللي احنا حطيناه. حطيت نص معلقة من السكر عشان تعادل بس الطعم بتاعنا بنفس الشكل. بعد كده الإضافة بقى اللي هضيفها دلوقتي مع بعض، هنضيف شوية من الفلفل الأسود، وكمان في النهاية هضيف كمية من اللي هي هريسة الشطة اللي احنا استخدمناها في التتبيلة. طبعا هريسة الشطة زي ما قلت لكم فيها نسبة كويسة من الثوم. ده خلاص طبعا الصلصة بتاعتنا، هسيبها دلوقتي تتسبك شوية على النار، وطبعا هنا هنكون قلينا السمك بتاعنا، وبعد كده هنحضر الطواجن بالطريقة دي. بعد الصلصه ما اتسبكت شويه بالشكل ده هبتدي بقى اجيب الطاجن بتاعي واحط شويه من الصلصه في تحت في الطاجن بتاعنا، وبعد كده هرص السمك بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي. هرص بقى كميه السمك اللي انا محتاجه احطها في الطاجن بتاعنا، وبعد كده هغطيها بالصلصه بتاعتنا. لازم طبعا الصلصه تغطي السمك بتاعك بنفس الشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. رصينا السمك في الطاجن بنفس الطريقه، وبعد كده هحط دلوقتي كميه مناسبه من الصلصه. وطبعا زي ما قلنا السمك الطواجن بيحب الصلصه، زودي نسبه بس الصلصه كمان لان فيها كميه من البصل مناسبه. وبعد كده بقى هنحطه في الفرن بتاعنا وهنسيبه يستوي تماما. طبعا هنا الطواجن بتاعتنا حاولي تهزيها شويه عشان كميه الصلصه تنزل تحت والسمك ما يتسقش معاكي. هنا حطينا طبعا زي ما احنا شايفين غطيناه بالصلصه بنفس الطريقه ديت، وبعد كده بقى حطيناه في الفرن وهنشوف دلوقتي السمك. بس احنا غطيناه طبعا كنا مغطيينه في الفرن طول الفتره اللي فاتت. ادي السمك بتاعنا زي ما احنا شايفين هو لسه ما استواش، لسه هحطه كمان شويه في الفرن ينشف خالص، ولكن انا حبيت تشوفوا لونه وهتشوفوا شكله ايه. ادي طاجن السمك بتاعنا، هنحاول بقى نهزه شويه عشان الصلصه تنزل تحت وما يتحرقش معانا. وطبعا هنا هنحطه بعد كده هنحطه في الفرن عشان يوصل لونه كده، مش هنولع الشوايه ولا حاجه، هي سخونيه الفرن بتاعنا هتحمره بنفس الشكل ده. وادي طاجن السمك بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يكون نال اعجابكم بنفس الطريقه، واتمنى تكون طريقتنا سهله عليكم. ويا ريت ما تنسوش دعمكم باللايك والاشتراك في القناه، واللي عجبه الفيديو ما ينسناش بالشير. والسلام عليكم ورحمه الله.